معاكم مرتدين الطبقة الأولى من ال10,000 فدان اللي هم البداية لمرحلة ال1.5 مليون فدان اللي افتتحهم الرئيس السيسي. معايا النهارده الأستاذ محمد جيك مستشار التحرير في الطبقة الأولى. أستاذ محمد، تحب تقول لنا يعني المشروع النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر سيادة الأمير محمود العسلاوي وجميع القيادات ورجال قواتنا المسلحة وعلى رأسهم الرئيس السيسي. فاحنا بنقول اللي احنا شايفينه النهارده بجد تجديد لكل حد كان بيقول ان المشروع بتاع 10,000 فدان اللي موجود في فرافره الحاجات دي ما كانتش موجوده فعلا، وان الحاجات الخضراء اللي احنا شايفينها دي اللي جيل الصناعي زي ما بيقولوا، لا الحاجات دي قمح فعلا وشعير. تمام، احنا شايفين الاجهزه بتاعت البيوت موجوده، الري بالرش والري الحديد. تمام، على يعني على جميع يعني الناس كلها شايفه بعينيها، واحنا كنا متواجدين من شويه في بيت الحاج سيد وشفنا المشروع، وحاجه ما شاء الله يعني حاجه تفرح بجد بجد يعني. وبنقول لاهلنا في الوادي الجديد، يعني الوادي الجديد لها مستقبل باهر على ايد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو حضرتك النهارده احنا التقينا بالناس اللي ماسكين المشروع، بامانه ناس في قمه الشياكه والادب، فهمونا ان في 7,500 فدان هيتزقوا بطريقه الري الحديد زي ما حضرتك شايف كده عن طريق الفيديو، وفي 2,500 هيتزقوا زي ما احنا شايفين في ناس خرسين بالتنقيط. تمام، يعني الارض اللي قدامنا دي مش ارض بور، لا الارض دي مستصلحه بس جاهزه للزراعه. تمام، زي ما حضرتك شايف المساحات المزرعه قد ايه على امتداد بصرك، مفيش غير هناك كده في شويه جبال، حاجه تفرح القلب بصراحه. احنا النهارده جينا في رحله تبع مركز ومدينه الدفنه، بس احنا فرحانين ان احنا جينا لغايه هنا، وبنقول لكل الناس اللي ساهموا في هذا العمل شكرا، انتوا عبرتوا بمصر لبر الامان، شكرا للرئيس السيسي، شكرا للسيادة اللي هو محمود عشناوي، شكرا لكل واحد ساهم بفكره او مشروع او انه حضر للمكان ده. وبنشكر الطبعا عايزين ننسى برضو رجال القوات المسلحه اللي هم جنودنا برضو اللي هم شغالين يعني ورثهم يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام، ورجال القوات المسلحه سياده اللي هو طبعا مش هنقدر ما ننسى حد من المركزين. تمام، بنشكر طبعا الاولى ان هي يعني اتاحت لنا الفرصه ان احنا نسجل. شكرا.